دكتور غسان خلف محافظ حماة بحث واقع الأسواق والخدمات ومتطلبات المواطنين مع رئيسي وأعضاء مجلس المحافظة، فيما وافق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حماة على الترخيص لخمسة معامل لصناعة المنتجات البلاستيكية ومدافئ المازوت والأدوات الكهربائية المنزلية وصناعة الأحذية والأعلاف ذات المنشأ النباتي. كما وافق المكتب التنفيذي على مشاريع صغيرة ومتوسطة إضافة إلى تنفيذ أعمال تجهيز طرق ومشروعات صرف صحي للقطاع الشمالي من توسع المنطقة الصناعية بكلفة إجمالية قدرها 75 مليون ليرة، وإصدار المخططين التنظيميين لقرية قصر علي وبلدية عطشان. كما ناقش المحافظ مع أمين وأعضاء فرع طلائع البعث في محافظة حماة سبل تفعيل عمل المنظمة والاهتمام بالطلائعيين. وفي لقاء مع منظمة الاتحاد النسائي في حماة ناقش المحافظ واقع عمل فرع المنظمة وآليات تفعيل